صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية. أرادها سعد الحريري فاتحة معاركه الانتخابية، ففتحت عليه دفاتر الأيام ليتضح أن التاريخ ليس لصالحه وأن المحاضرة لن ترحم حاضره، فإذا كان منزوعا من الذاكرة فلا يدفع بلبنان إلى التهلكة، وإذا بدد ثروة الوالد فلا يبدد ثروته وخياراته العروبية وسيفه السياسي الذي رفعه يوما ضمانة للمقاومة وسلاحها. ولدفاتر الأيام شواهدها وشهودها والمؤتمنون عليها، وهذه الصفات يختصرها مصطفى ناصر الأمين العام على العلاقة بين السيد حسن نصر الله والرئيس الشهيد رفيق الحريري ومن بعده نجله سعد. ناصر داعية السلام بين قرايتم وحارة حريك، مستشار الحريري لأكثر من 20 عاما، يكشف للجديد فصولا تعلن للمرة الأولى عن تفاهم نيسان الذي شرع المقاومة بجهد من الرئيس الشهيد. يكشف عن فرقة المقاومة التي أنشأها الراحل في صيدا، عن مرحلة القرار 1559 وتعهد الحريري للسيد واستعداده للتوقيع قدمانا، عن التحالف الرباعي وعرض ديكتشيني لحزب الله الذي تصدى له الشهيد قائلا: أنا السلاح حصتي، لا أملك نفطا ولا عندي غاز، فعلى ماذا أفاوض؟ أنا رفيق الحريري المقاوم الأول في لبنان. وفي محاضر ناصر فتش عن الرئيس فؤاد السنيورة ودوره في مرحلة ما بعد الاغتيال ونسفه للاتفاق الذي جرى في الرياض قائلا: لو بيجي بي لسعد ما بوافق، ولست مستعدا لاتفاق قاهرة جديد. انتخابيا، وإذا ما صدقت مشاعر الوزير مروان شربل فأنه لا انتخابات في 9 حزيران، وقال وزير الداخلية للجديد إن كلا طرفي المعارضة والموالاة لهما مصلحة في التأجيل. إذن مصطفى ناصر المستشار السابق للرئيس رفيق الحريري ومن بعده نجله سعد ومهندس علاقة الحريريين أو الحريرين بحزب الله، يكشف في مقابلة مع الجديد عمق هذه العلاقة التي تعود إلى عام 92، ويقول إن الرئيس رفيق الحريري حمل المقاومة وبعده الرئيس سعد الحريري، أما الرئيس فؤاد السنيورة فقراءته مختلفة. رفيق الحريري مقاوم حقيقي. رفيق الحريري كان عروبي جدي مش عروبي شكلي. رفيق الحريري كان عنده هم قضية فلسطين. رفيق الحريري قال له للسيد حسن: أنا قادر أني أدفع كل ثروتي مشان تحرير فلسطين، بس ما قادر أني أبعت ابني يستشهد. أنت تفوقت علي بهذا، بس أنا تقلي قضية فلسطين تقلي مقاومة، أنا مع المقاومة لآخر دقيقة قبل التسليم. هذا في أحد اللقاءات بين الفريقين. أحد اللقاءات. حضرتك كنت مواكب دائم لهذه اللقاء. أنا اللي كنت مواكب بصفتي مستشار للرئيس الحريري، وكان يحضر معنا الحاج حسين الخليل معاون السياسي للسيد حسن فقط. أربع أشخاص دائما أشخاص. هذه اللقاءات أربع أشخاص بالضبط كنتوا فيها. أساس العلاقة بنيت على الثقة، وأساس الثقة أن رفيق الحريري جاء يمد يده لحسن نصر الله لحماية المقاومة مش ليشلحهم سلاحهم. بعيد وصول الرئيس سنيورة إلى السرايا الحكومية بعد الاتفاق ما بين الرئيس سعد الحريري والسيد حسن نصر الله، وما وصفته حضرتك بأنه إخلال من طرف الرئيس السنيورة بالاتفاق الموجود القائم أساسا بين آل الحريري الأب والابن وبين حزب الله، في هذه المرحلة ما صار في أي تواصل بين حزب الله والرئيس سعد الحريري؟ ما شكوله إذا فعلا عندهم هواجس؟ جرى ذلك كثير كثيراً، مما أدى إلى الذهاب إلى الرياض إلى منزل الشيخ سعد الحريري. مين راح؟ أقلك مين راح. رحت أنا والحاج حسين الخليل والوزير علي حسن خليل عند الشيخ سعد الحريري، اجتمعنا 3 أيام دون أن نخرج من المنزل، وجرى اتفاق لتكريس الاتفاق الرباعي ولإثبات حسن نية في التعاطي مع حزب الله. بقول له أنا عرض علي ديك تشيني نائب رئيس أمريكا عن طريق استاذ جامعي لبناني شيعي بيعلم بجامعة امريكا، اجا مرسل من قبله قال له ديك تشيني بيقول لك، يعني امريكا بتقول لك انه هناك تشيك على بياض 4-5 مليار دولار لحساب حزب الله ليصرفها على جماهيره وعلى الجنوب مقابل السلاح. فبيجاوب دولة الرئيس بيقول له: لا يا سيد حسن، لا لا لا، السلاح اهم من هيك.
بعدين هذا سلاح، هذا سلاح حصتي مش حصتك، أنا اللي بدي فاوض عليه، أنا رئيس حكومة لبنان، أنا لا عندي نفط ولا عندي غاز، أنا سأفاوض على هذا السلاح وتمنه غالي للبنان. كانوا عم ينسقوا ليخوضوا انتخابات بشكل مشترك، أساسا كمان الثقة بأنه رفيق الحريري وعدهم واتفق معهم وضرب على صدره أنه أنا مع المقاومة لقبل التسوية أو لقبل السلام مع إسرائيل بدقيقة. بيورد الرئيس بيورد السيد حسن لرفيق الحريري بيقول له يا دولة الرئيس اتفقنا نحن مع الشيخ سعد وجبنا النص وجينا عند الرئيس السنيورة. الرئيس السنيورة لم يوافق، الرئيس السنيورة في بيروت مزق الاتفاق وقال بيو لسعد الحريري ما بوافق على هذا الاتفاق وأنا ما مستعد أعمل اتفاق قاهرة جديد. فهاجى الحج حسين وقال له أنت عم تقول اتفاق قاهرة؟ يعني نحن مش لبنانيين، نحن فلسطينيين، نحن سوريين. اتفاق القاهرة تم بين الجيش اللبناني وبين الأخوين الفلسطينيين، أنت عم تحكي مع ناس مقاومين لبنانيين مع حليف سياسي، شو بتقول اتفاق القاهرة؟ مهم حاولوا إصلاح ذات البين باتفاق الرياض فلم يوافق الرئيس فؤاد السنيورة. أعلن وزير الداخلية مروان شربل من برنامج الأسبوع في ساعة أنه إذا لم يقر قانون انتخابات خلال 10 أيام فإن الانتخابات لن تجري في موعدها. يعني كل فريق بده يتنازل ندفة ونلاقي قاسم مشترك بالحد الأقصى لهالموضوع، ما رح نوصل للنتيجة. عم بحكي بكل صراحة بده يصير في توافق، ما فيك تجي لو تصوت على بقانون معين إذا ما في فريق كل الأفرقاء السياسيين بلبنان اللي بيمثلوا شرائح كبيرة من الطوائف تبعهم، إذا ما الكل اللي بيتفقوا على أنه موحد من هلا بقول لك ما في انتخابات. بدهم يتفقوا، وإذا ما في اتفاق معناتها ما في انتخابات. ليش ما بدنا نتخبى ورا بعض؟ إيه بس اللي مبين لحد هلا أنه ما في اتفاق، ما في، يعني ما زال قعدوا باللجنة الفرعية في... وعملوا اجتماعات متكررة وطلعوا بالآخر أنه ما متفقين على شيء. إذا ما في إذا ما في توافق معناتها ما في انتخابات، ليش بدنا واحد يتخبى ورا صبيعه؟ أنا مسؤول عن كلامي، إذا ما في توافق ما في انتخابات. اثنين أنا شعوري هي تفكيري أنا، اثنين عندي شعور أنه طالبين يتأجل الانتخابات، عندي شعور بتأجيل الانتخابات. هلأ حسابات كل واحد ما بعرف شو هي ما بعرفها، بس هيدا شعوري الخاص هيك. هلأ إذا أنا كنت عم بحكي غلط فرجونا عكس ما أنا عم بقول وكذبوني. عم تتحداهم الليلة طبعا، يعني عشية جلسات مجلس النواب وزير الداخلية يتحدى الطبقة السياسية إنه إذا بدكم فعلا انتخابات فرجونا. طبعا أنا مش أتحدى ما بحب أتحدى أنا هلأ بالمعنى المجازي عم بستعمل. أنا ما بحب أتحدى لأنه حقيقة الطبقة السياسية يعني حقيقة شغلة مهمة، يعني عنا نحن ما في تحكيهم مفرد، يعني أشخاص مثقفين، بس إذا جيت جمعتهم وكأنه كأنك عم تجمع الزيت والماي مع بعض على دغري بينفرزوا. في خبر عاجل، يقوم أهالي العريضة في هذه الأثناء باعتصام قطعوا خلاله المعبر الحدودي الشمالي مع سوريا احتجاجا على إطلاق النار من الجانب السوري على منازلهم والمساجد في البلدة، وطالب الأهالي الجيش اللبناني بحمايتهم. الأرثوذكسي يجد طريقه إلى اللجان المشتركة اليوم، والمساعي ما زالت قائمة حتى الساعة في ظل تأكيد فريق على المضي به واعتراض المستقبل بشكل قاطع على مناقشته. تحقيق للزميلة نوال بري. أخفق الأرثوذكسي في نيل مباركة جميع الأفرقاء السياسيين، فظن المختلط أنه سيكون مفتاح الحل، إلا أنه أعاد الأزمة إلى نقطة الصفر. إذ أن الأمور اختلطت على أعضاء اللجنة، فقرر كل فريق اقتراح صيغة تتناسب وتطلعاته الانتخابية، ولما كان الهدف توحيد المقترحات خرجت اللجنة بخمسة مشاريع. اقتراحا بزي وعدوان ركزا على الأقضية الكلاسيكية، لكنهما اختلفا في التقسيمات، إذ أن الرئيس بري في اقتراحه يستند إلى التقسيمات المعتمدة حاليا، أما القوات فاستندت إلى تقسيمات فؤاد بطرس. وحد بري قضائي حصبية ومرجعيون بينما فصلتهما القوات، وفي حين اعتمد بري المناصفة الكاملة أي 64 مقعدا وفق النظام الأكثري والنصف الآخر نسبي، اقترحت القوات 60 مقعدا نسبي و68 أكثري.
المستقبل والكتائب تقاربا في الشكل، فقد اعتمدا الدوائر الصغرى وقسما كل قضاء إلى قضاءين، لكنهما اختلفا في حدود الدوائر. وإذا اعتمد اقتراح الكتائب 52 مقعدا وفق النظام النسبي و66 وفق الأكثري، فإن المستقبل الرافض سابقا للنسبية اعتمد 38 مقعدا وفق النظام النسبي و90 وفق الأكثري. أما الاشتراكي فقد اقترح شهيب تقسيم المقاعد 70% أكثري و30 نسبي، لكنه لم يعارض اقتراح الرئيس نبيه بري مع بعض الملاحظات. الأصفر والبرتقالي المتشبثان بالأرثوذكسي فضلا خيار الورقة البيضاء. هذه المقترحات لن تجد مكانا لها في اجتماع الاثنين، إذ أن اللجان ستناقش مشروع القانون الأكثر قبولا من أعضاء اللجنة، أي القانون الأرثوذكسي. مش موضوع على جدول أعمالنا أي شيء آخر، بكرة فقط الأرثوذكسي، بكرة بيتناقش الأرثوذكسي وبيتصوت عليه، فإذا نال أوسع تأييد أو أكثر أصوات من المفترض أنه يأخذ مسلك التشريع التقليدي اللي هو الإحالة إلى الهيئة العامة، ومن ثم دعوة الهيئة العامة لعقد جلسة لإقرار هذا القانون أو رفضه. إذا لم يقر القانون الأرثوذكسي غدا وطلع أنه الأكثرية رافضة، التقديرات أن يقر، لأنه الآن هو محتضن من قبل أغلبية نيابية بتساوي تقريبا 70 نائب. هذه المشاريع الآن ما إلى مطرح على اللجان المشتركة برأيي، بس على الرغم من ذلك أتوقع خلال الأيام المقبلة أن تشهد حركة اتصالات سياسية نشطة ومكثفة بيكون محورها دولة الرئيس نبيه بري من قبل القوى التي تريد يعني أن تنتج خيار آخر إلى جانب الخيار الأرثوذكسي. إذن معضلة المستقبل الأساسية كانت مناقشة الأرثوذكسي، فكيف إذا كانت ستجري في ظل وجود الحكومة التي قطعها هذا الفريق؟ إذا المقصود أن نروح على جلسة لنناقش المشروع الأرثوذكسي هذا مش وارد، لنحن نعتبر أنه ما يجري الآن حفلة طعن بالمساك وبالدستور، ونحن ما بنقدر نفوت بهالحفلة. نحن نعتبر أنه الموجود على طاولة البحث هو في مشروع الحكومة وتعديلات عليه. بنفس الوقت نحن عندنا موقف سياسي أكيد واضح أنه الحكومة مش ضروري تكون موجودة بهالنقاش، وإنما حتى هالنقطة نحن عم نناقشها اليوم مع الرئيس بري، لأنه مندرك تماما أنه ما يجري هو حفلة طعن بالدستور وبالميثاق، ونحن بدنا نتصدى لها بكل الأساليب الديمقراطية والمجلسية. ثغرة تليها أخرى واقتراح يلغيه آخر، وبين اقتراح قانون من هنا وتعديل آخر من هناك تسير العجلة الانتخابية في مسار بعيد عن التوافق، منذرة بانتخابات في غير موعدها، وإن الغد في مجلس النواب لناظره قريب. نوال بري، قناة الجديد. الرئيس نبيه بري يلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ويبحث معه في القانون الانتخابي. زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عين التيني وبحث مع الرئيس نبيه بري في القوانين الانتخابية المطروحة قبيل استئناف اجتماع اللجان المشتركة غدا. ميقاتي ولدى خروجه علق على تصريحات النائب ميشيل عون من البحرين. بموضوع البحرين كان لي موقف امبارح بعد التشاور مع فخامة الرئيس، وتأكيد على انه هذا الرأي رأي شخصي، وحتى العماد ميشيل عون خلال كلامه أكد انه هذا الرأي مش رأي الحكومة ورأيه الشخصي، فبالتالي الحكومة لا حسب الاجتماع الهيئة الحوار الوطني وإعلان بعبدة فهي ملتزمة بالحياد بكل القضايا الإقليمية، ونحن كل احترام ومحبة وعلاقة ممتازة مع كل دول الخليج العربي. وردا على سؤال عن سلسلة الرتب والرواتب أشار ميقاتي إلى أن المشروع أحيل إلى المجلس النيابي. أهلا بكم من جديد. من بعقلين أعلن الوزير السابق وئام وهاب استعداده للقتال إلى جانب أهل السويداء. السلاح زينة الأمة وسيبقى مشرعا حتى تحرير الجولان والقدس. الكلام لرئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب في مهرجان بعقلين في مناسبة الذكرى 31 لقرار ضم الجولان المحتل. وعدنا لكم أن سوريا ستنتصر مهما كلف الأمر، ومن لديه القدرة على القتال فليقاتل حتى النهاية، لأن محور المقاومة في هذه المنطقة العربية والإسلامية اتخذ قراره بالقتال بكل الوسائل لحماية سوريا وسيحمي سوريا. من جهتنا فإذا احتاجتنا السويداء
سنقاتل قتال التوحيديين المؤمنين. وفي الاحتفال الذي حضره ممثل عن شيخ عقل طائفة الموحدين في سوريا الشيخ ياسر أبو فخر وعدد من مشايخ الجولان والسويداء، أكد وهاب انحياز الموحدين الدروز إلى جانب سوريا. الموحدون في لبنان وسوريا وكل مكان مثلكم منحازون، منحازون إلى جانب سوريا، منحازون لفلسطين، منحازون ضد التكفير، ضد القتل، ضد الذبح، ضد زنادقة وكفار يدعون الإسلام وهو منهم براء. وهاب أعاد تجديد دعمه لسلاح المقاومة في لبنان مؤكدا أن إسرائيل كيان زائل. خطف اللبنانيين كارلوس أبو عزيز وعماد العنداري في نيجيريا، ووزير الخارجية يؤكد العمل مع المعنيين للإفراج عنهما. مجددا شبح الخطف يلاحق اللبنانيين، هذه المرة في نيجيريا وتحديدا في جامو شمالي البلاد. اللبنانيان هما عماد العنداري وكارلوس أبو عزيز، وقد جرى خطفهما إلى جانب 5 آخرين عرف منهم يوناني وإيطالي وبريطاني. السلطات المحلية قالت أن إطلاق نار سمع لدى اقتحام هؤلاء مقر شركة سيتراكو كونستراكشن مساء السبت، لكن لا شيء مؤكد حتى الساعة. مساء الخارجية اللبنانية وبالتنسيق مع القائم بالأعمال اللبناني في لاغوس بدأت للإفراج عن الشابين، مرجحة أن تكون الأهداف طلب فدية مالية. القائم بالأعمال عم يقوم هلأ بجهود حثيثة مع السلطات النيجيرية من أجل إطلاق سراح المخطوفين ومنهم اللبنانيين. نعم، في شيء يعني اتصال بعد تم الخطف مع السلطات النيجيرية؟ شو يعني مثل هيك حوادث بيصير في اتصال مع الجهات الخاطفة معروف لأسباب مادية أو ما لقى هنالك ولا شو؟ ما هو للأسف يعني في الفترة الأخيرة شهدت نيجيريا حوادث من هالقبيل هيدا، وهيدي دائما عمالة تدخل ضمن في إطار الابتزاز المالي يعني، وبتنحل لنشوف هلأ السلطات النيجيرية شو اللي حتقدر تقوم فيه في هالمجال هذا. هل كان في تحذيرات سابقة مع علي الوزير لرعيانا بنيجيريا أو كان الوضع طبيعي؟ لا أبدا ابدا، هذا شيء وضع طبيعي على اعتبار انه نحن في نيجيريا عنا عشرات الالاف من اللبنانيين منتشرين بين ابوجا وبين ليغوس وعده مدن اخرى في نيجيريا، وعم بيقوموا بعملهم وعلى اكمل وجه، بس هيدي حوادث فرديه يعني بتحصل من ان الى اخر، مش بس عم بتطال اللبنانيين، بتطال غير اللبنانيين، والمجموعه الاكبر من المخطوفين هن غير اللبنانيين. وأضاف منصور أنه أعطى توجيهاته للسفارة اللبنانية في نيجيريا بإجراء الاتصالات اللازمة والسريعة مع المعنيين للإفراج عنهما والبقاء على تواصل مستمر معه لوضعه في آخر المستجدات. كيف يمكن أن يدفع المكلف اللبناني ضعف قيمة استهلاكه للكهرباء ضرائب ورسوم؟ في هذا التحقيق للزميل جاد غصن. قوية هي فواتير كهربائنا، قوتها ليست في ارتفاع أسعارها، قوتها في فقدانها أي خجل من تثبيت جرم الدولة على وثائق رسمية. جرم ضرائب أقل ما يقال فيها أنها جائرة، ولكن هل يعلم اللبنانيون ماذا يدفعون؟ بتعرف شو بيجي عليها ضرائب؟ لا والله ما بعرف، ما عندي علم. ما بتعرف صراحة؟ ما عندي علم. ما نجحنا فيها ولا حدا يمكن نجح فيها. لا ما بعرف. بشوفوا قديش طالع عليك بيضربوهم بسبعة فلس مدري عن 15 فلس، ما بعرف قديش. أنا صراحة على عمياني شو ما تجي فاتورة الكهرباء بندفع. لا يزيد التعقيد المعضلة الرقمية في فواتير الكهرباء إلا ما كشفه مقال رشا أبو زكي في موقع المدن الإلكتروني عن أن اللبنانيين يدفعون ضرائب جائرة على فواتيرهم بما قيمته أكثر من 200 مليار ليرة لبنانية سنوياً. لتحديد هذه الضرائب توجهنا إلى الخبير الاقتصادي لويس حبيئة، والبداية من رسم بدل التأهيل الذي كان يجب إلغاؤه عام 2003 كما ينص عليه القانون، غير أن المكلف لا يزال يدفعه. كله هذا ماشي، هلأ كله مش قانوني اليوم. اليوم إذا بتقلي كل الضرائب مش قانونية، مش بس هاي، لأن أنت عم تمشي ما عندك موازنة. حبيئة يعلل دفع اللبنانيين رسم العداد شهرياً مع أنهم يدفعون مبلغاً لشرائه في الأساس. كأنه كهرباء أو تليفون، أنت مستأجر الخط، يعني أنت خط التليفون اللي أخده مش ملكك هذا،
هذا للدولة أنت عم تستعمله، انتبه. وإلى تدوير الألف الذي يعني دفع المكلف أي كسور ما دون الألف ليرة لبنانية على أنه ألف، يضاف رسم الطابعة. وقت عم تاخد 25,000 بهالفاتورة تبقى بتاخد 1,000 طابع كمان، معقولة؟ وفي طابع على الفاتورة؟ ما في شيء، لا لا لا. ولكن كيف يمكن فوق ذلك تفسير احتساب ضريبة التفئة على هذه الضرائب؟ هذه ما بتتفسر، هي من جملة الأشياء الغلط. مفروض التفئة تنحط على 187,000 اللي هي هون الاستهلاك، هي هون عم تتحط على الاستهلاك، عم تزيد الرسوم وعم تحط التفئة كمان غلط. دكتور، هون المواطن إذا بده يروح يسب حدا، مين المسؤول عن هالموضوع؟ وزارة الطاقة، وزارة المال، المجلس النيابي، مين مسؤول عن؟ في مؤسسة كهرباء لبنان، وفي وزارة المالية، وفي طبعا المجلس النيابي، لأنه هاو كلهم أصلا مجلس النيابي موافق عليهم بالماضي. ما يشبه النصب والاحتيال هذا هو نصف الرواية فقط، نصفها الآخر فوضى الكابلات المنتشرة بين البيوت وغرق مؤسسة الكهرباء في الديون، وطبعا عدم تأمين كهرباء. جاد غصن، قناة الجديد. مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية تدشن مركز التنمية الثقافية قسم المكتبة في مركز الحركة الثقافية في صور. دشنت الوزيرة السابقة ليلى الصلح حميدة مركز التنمية الثقافية قسم المكتبة في منطقة سور، والذي تم تأهيله وتجهيزه من قبل مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية بأحدث التقنيات تستخدم للمرة الأولى في الشرق الأوسط، في حضور السيدة رندا بري. أنا ابنة الجنوب، وإلى الجنوب دائما أعود، لأن في هذا الجزء من الوطن ما زال ضيف الوثاق الوطني، وقد نشأت ثروته من كونه بلدا مصدرا للحضارات والحريات ومن سوري بالذات. ولكن مشكلة لبنان اليوم هي في هذا التعدد الديني والحضاري، فلا هو قادر أن يكون دولة دينية كبعض الدول العربية، ولا في إمكانه أن يصبح دولة علمانية كما في الدول الغربية، لأن المسلم أحب بلاده حبا ناقصا، آثرا العروبة حتى أصبح يتيمها، والمسيحي أحب بلاده حبا خانقا، عازلا الدولة حتى اختصرها بمنطقة وأكثريتها بأقلية. لقد أخذت الطائفية في لبنان منحا تعصبيا لدخولها في نسيج البناء الاجتماعي والثقافي والسياسي، بحيث أصبح أكثر الناس طائفية هم أقلهم تدينا، وأول المخالفين تعاليم الدين وجوهره. وما رأيناه سنة 1948 واليوم هو خير الدليل، وأدعو الله أن لا يكون سيء الطليعة أيضا. ولكن لبنان وطن لن يموت ما دام في السماء إله وعلى الأرض إنسان. وهذا التجاوز الإيجابي مطلوب استحضاره في هذه المرحلة التي يعيشها لبنان، والتي للأسف نرى فيها الكثيرين يخرجون من جلد الوطن إلى انزواء في الأزقة والزواريب الطائفية والمذهبية والمناطقية الضيقة. ثم جرى تبادل الهدايا والدروع بين السيدة بري والوزير الصلح والأستاذ بلال شرارة. أهلا بكم من جديد. المجلس الوطني السوري المعارض يتهم حزب الله بمهاجمة قرى سورية، والإبراهيمي يدعو إلى حوار فاعل بين المعارضة والنظام في أحد مقار الأمم المتحدة. قضى 3 لبنانيين وجرح 14 آخرون في معارك في سوريا، بحسب ما ذكر مصدر في حزب الله الأحد، مشيرا إلى أنهم كانوا في مواجهة للدفاع عن النفس. وقال المصدر لوكالة فرانس بريس إن لبنانيين سقطا وجرح 14 آخرون في مواجهات مع المجموعات المسلحة السبت، لافتا إلى أن لبنانيا ثالثا توفي لاحقا متأثرا بجروحه. المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أفاد أن هؤلاء كانوا في معرض الدفاع عن النفس، وأنهم مقيمون في الأراضي السورية، وقد دفن أحدهم في سوريا. مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أكد وقوع هجوم على قرى سورية شيعية حدودية مع لبنان يقيم فيها لبنانيون، مشيرا إلى أن اشتباكات بين هؤلاء اللبنانيين الموالين لحزب الله ومسلحي المعارضة السورية أسفرت عن مقتل 10 مقاتلين على الأقل، فيما لم يعرف عدد القتلى بين المسلحين الداعمين للنظام. وأوضح المجلس أن عناصر من حزب الله قامت بهجوم مسلح على قرى
أبو حوري والبرهانية وسقرجة السورية في منطقة القصير بمحافظة حمص، ما أوقع ضحايا بين المدنيين السوريين. إلى ذلك أفاد مصدر أمني سوري عن مقتل ضباط أتراك وعدد من المسلحين في عملية الجيش السوري بمركز البحوث العلمية في حلب. وأفادت صحيفة الغد الأردنية عن انشقاق 8 ضباط سوريين من ذوي الرتب العالية لجأوا مع عائلاتهم إلى الأردن وينتمون إلى الطائفة العلوية. قال الانشقاق عن صفوف النظام الأسدي الفاسد وانضمامي إلى صفوف الجيش الحر. سياسيا دعا مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي الأطراف في سوريا والمنطقة العربية والمجتمع الدولي إلى السعي لإنجاح مبادرة رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض معاذ الخطيب لفتح حوار مع النظام السوري. كلام الإبراهيمي جاء بعد لقائه الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في مقر الجامعة في القاهرة. ونحن نعتقد على أنه لو بدأ حوار في مقر من مقرات الأمم المتحدة في البداية على الأقل بين المعارضة ووفد مقبول من الحكومة السورية، نعتقد أنه هذا يكون بداية للخروج من النفق المظلم اللي دخلت فيه سوريا، وكذلك وفد من 4 دول عربية على الأقل اللي ما يطلق عليها الترويكا. هذا موضوع متفق عليه منذ مدة لبحث الموضوعات العربية الروسية بصفة عامة، منتدى العربي الروسي. على الصعيد السوري الرسمي شدد رئيس مجلس الشعب السوري محمد جهاد اللحام على أن الحوار الوطني يشكل القاعدة الأساسية للبرنامج السياسي الذي يجب العمل في إطاره لحل الأزمة في سوريا من خلال التواصل مع كل المواطنين. وأضاف اللحام خلال جلسة لمجلس الشعب السوري بحضور كامل أعضاء الحكومة إن الدعوة موجهة إلى كل أبناء سوريا من جميع الأطياف والانتماءات للوقوف في وجه الإرهاب الذي يواجهنا جميعا. عشرات القتلى والجرحى في سلسلة تفجيرات تهز شرقي العاصمة العراقية بغداد. شهدت العاصمة العراقية بغداد سلسلة انفجارات قوامها بضع سيارات مفخخة كان مسرحها الأحياء ذات الأغلبية الشيعية، استهدفت متاجر ومطاعم وشوارع تجارية مزدحمة، ما أسفر عن مقتل نحو 30 شخصا وإصابة العشرات. وفيما تناثرت جثث القتلى في الشوارع التي غطتها دماء الضحايا، تحدث مصدر أمني عن انفجار 9 سيارات مفخخة في أحياء الصدر والأمين الثانية والكمالية والحبيبية والحسينية والمعامل وشارع فلسطين. وقد طوقت القوى الأمنية أماكن التفجيرات ومنعت الاقتراب منها، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل جثث القتلى إلى دائرة الطب العدلي والجرحى إلى المستشفيات القريبة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات. باع الأمير الوليد بن طلال طائرته النفاثة الإيرباص والتي يطلق عليها اسم القصر الطائر قبل أن يستلمها، وذلك بحسب ما أكد المدير المالي لشركة المملكة القابضة. وكان الأمير الوليد قد وقع عقد شراء تلك الطائرة عام 2007 كأول زبون فردي لها. وتواردت أنباء خلال الفترة الماضية أن الطائرة الفخمة التي أضيفت إليها أفخم الديكورات والتصاميم الداخلية تصل تكلفتها إلى 500 مليون دولار. يشار إلى أن الأمير الوليد باع الطائرة لاستخدام العوائد للتوسع في الاستثمارات في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، ورفض المدير المالي الإفصاح عن سعر البيع أو هوية المشتري أو أي تفاصيل أخرى، لافتا إلى أن الاتفاق سري، كما لم يفصح ما إذا كان قد حقق ربحا من الصفقة أم لا. والآن نبقى مع أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم في بيروت التنين 18 شباط 2013، ونبدأ مع النهار. الوقاعة السورية ترد على كلام نصر الله، 3 قتلى و14 جريحا للحزب في سوريا. الإبراهيمي يقترح حوارا سوريا في الأمم المتحدة. كاري ولافروف ناقشا هاتفيا الانتقال السياسي. البابا في صلاة التبشير ما قبل الأخيرة يدعو الكنيسة إلى تجديد نفسها. في عناوين السفير، مجلس الوزراء يحسم اليوم تمويل السلسلة، اللجان تناقش الأرثوذكسي بمشاركة المستقبل. لافروف وكاري لانتقال سياسي قابل للحياة في دمشق. الحوار السوري ممكن ومؤجل والمعارضة على انقسامها. العصيان بدأ من بورسعيد وينتقل إلى مدن أخرى. مصر تنتظر حكومة جديدة والمعارضة تقاطع الانتخابات. السلطة البحرينية تشوه الحراك، خلية إرهابية تعمل بين لبنان وإيران.
بالانتقال إلى الأخبار، غدا في الأخبار: أسرار اغتيال عماد مغني، التخطيط، المراقبة، التنفيذ، ساحة الجريمة، قانون الانتخاب، النسبية حتما، ارتجال حكومي في مواجهة الإضراب. أما في عناوين الأنوار: الحكومة أمام مأزق السلسلة، والبرلمان يواجه مشكلة قانون الانتخاب، المطران عودة يكرم البطريرك يازيجي، خطف 2 من اللبنانيين في نيجيريا، اشتباكات عنيفة في سوريا قرب الحدود اللبنانية، أبوظبي تفتتح أضخم معرض، المعارضة المصرية تدعو للتظاهر وقادتها يجتمعون مع الإخوان. في الديار لليوم: اللجان المشتركة مواجهة بين 14 و8 برعاية بري، قانون الانتخابات انتقل إلى مرحلة جديدة بعد فشل اللجنة الفرعية، هل يرى لبنان انتخابات نيابية سنة 2013 أم تتأجل؟ سلسلة الرتب والرواتب تقر اليوم، ميقاتي مرتاح لتأمين التمويل، مقتل 3 شيعة لبنانيين مع سوريا، اشتباكات سوريا تتوسع وتشتد، حرب نفسية على دمشق لإضعافها. في المستقبل: كتلة المستقبل تشارك في اجتماعات اللجان للتصدي لمشروع تفتيت لبنان، حزب الله يعترف بالقتال في سوريا، والمجلس الوطني يحذر الحكومة. إذا نأت الحكومة بنفسها عن المازوت فماذا عن الكيروزين؟ نظام الأسد يستجر من لبنان وقودا لطيرانه الحربي. الإبراهيمي: مبادرة الخطيب تتحدى الأسد. في البناء: السلسلة إلى البرلمان، والمستقبل يشارك في اللجان للعرقلة، نصر الله، المقاومة في كامل عدتها، وما نحتاجه متوافر لدينا. من هو معاذ الخطيب؟ الدورة العادية 3 لمجلس الشعب السوري، اللحام يرى الحوار طريق الخلاص، والحلق يؤكد على البرنامج السياسي. وتيرة التفجيرات زادت منذ بداية العام، 37 قتيل في تفجيرات إرهابية تهز بغداد. في أبرز عناوين اللواء لهذا اليوم: المجلس الشرعي يسلم ميقات محضر الجلسة لنشره في الجريدة الرسمية ويحمله خديعة قباني، تحقيق فرنسي حول مخطط لاغتيال سعد الحريري في باريس، ولقاء إيجابي بين جنبلاط والأمير بندر، تعطيل الانتخابات يدفع البلاد إلى مأزق مفتوح، ميقاتي يحاول احتواء أزمة مع الخليج وضبط تمويل السلسلة، وحزب الله يعترف بقتلى مع الحر، كاري ولافروف لترتيب لقاء بين المعارضة ووفد من النظام، الإبراهيمي لعدم تضييع مبادرة الخطيب وجرحى سوريون للعلاج في إسرائيل. في عناوين البلد: حزب الله يقر بالدفاع عن النفس في سوريا، ثورة في الذاكرة، الإبراهيمي لحوار سوري في الأمم المتحدة. أما في عناوين الجمهورية: تورط حزب الله في المواجهات السورية يتفاعل، وتحذيرات من تهديده الأمن الوطني، تحرك دولي لإجراء الانتخابات. في عناوين الحياة: البيان الختامي لمؤتمر مكافحة الإرهاب يدعو لابتكار وسائل جديدة، الأمم المتحدة لا يمكن لدولة صد الإرهاب وحدها، المعارضة تستولي على حواجز للقوات النظامية في حلب ودير الزور وحماة، الإبراهيمي ينوه بمبادرة الخطيب أحياء الحل السياسي للأزمة السورية. أخيرا مع عناوين الشرق الأوسط: وزير الداخلية أكد أن أفرادها بحرينيون تنقلوا بين إيران والعراق ولبنان، ودولة شقيقة تعاونت في كشفهم، البحرين تضبط خلية إرهابية، واتهامات للحرس الثوري بالتورط. الشرق الأوسط: تنشر وثائق مخابرات العقيد الليبي، القذافي خطط لتجنيد مرتزقة للتسلل إلى السعودية ودعم متشددين في مالي، الرئيس المصري يقيل مستشاره السلفي بشبهة محاولة استغلال المنصب، عصيان مدني في بورسعيد، والجيش يؤمن المواقع الاستراتيجية. كان في النشرة مصطفى ناصر انحكى. الرئيس سنيورا في بيروت مزق الاتفاق وقال بيّ لسعد الحريري ما بوافق هذا الاتفاق. الأرثوذكسي أولا على لجان اليوم. مش موضوع على جدول أعمالنا أي شيء آخر، بكرة فقط الأرثوذكسي. إذا المقصود أن نروح على جلسة لنناقش المشروع الأرثوذكسي هذا مش وارد. مروان شربل للجديد. إذا ما في اتفاق معناتها ما في انتخابات، ليش معنا نتخبى وراء بعض؟ وفي النشرة: 9 انفجارات في بغداد. We'll be right back.
هذا كان كل شيء في نشرتنا الصباحية، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.